للأسف الشديد، للأسف. لو أردنا أن نعير هذه القضية بمعيار التبرؤ ونسأل مسلما عاديا من سواد الناس، ما الذي يتبادر إلى فهمه مباشرة إذا سمع لفظة التوحيد؟ الله موجود وهو واحد لا إله إلا هو، هذا أكثر ما يتبادر إلى ذهنه، ويقف عند ذلك. بعد ذلك إذا أراد أن يستذكر معلومات مدرسية أو معلومات وعظية سمعها من إمام أو من خطيب، يمكن أن يقول لك نعم وهذا معناه أن الله كذا وكذا وكذا، ولا يعبد إلا هو، ولا يخشى، ولا يتوكل، ولا يوثق إلا به، ولا يحب المحبة كلها، ولا يخشى حق الخشية إلا هو. معلومات وعظية لكنها ليست عميقة وليست حقيقية، لم تتشكل وعيا يدفع حياتنا ويشكل ضميرنا أيها الإخوة، ويقف حارسا على مسالكنا، على أبواب دروبنا التي ننهج. لم يقف أيضا محددا لأهدافنا ومقاصدنا وغاياتنا. الله موجود وهو واحد لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. عجيب جدا. بل بعض الناس يظن أنه لو فعل ما فعل وقصر ما قصر وأجرم في حق نفسه وفي حق الله وفي حق العبيد ما أجرم، لكنه لفظ هذه الكلمة أو قالها في يوم من الأيام فبلا شك هو من الناجين، وهو من أمة محمد، وهو من الناس الطيبين. نحن هنا لم نأتي لنقول غير ذلك، لم نأتي لنقول إنه كافر وليس مسلما، لكننا نريد أن نقول إن الأمر أخطر بكثير من أن يختزل الهدف الإلهي، المقصد الإلهي من الخلق أيها الإخوة، من تسخير كل هذا الوجود وهذا الكون لهذا الإنسان الذي هو مسجود الملائكة وخليفة الله في الأرض. لا يمكن، هذا سخف ما بعده سخف، أن يختزل وأن يخفض هذا الهدف وهذا المقصد إلى مجرد كلمة قالها. قبل أيام كنا في حضرة رجل فاضل وحكى لنا قصة أحد الدعاء، طراز عجيب وغريب وجديد أيضا من الدعاء. هذا الداعية حضر حفلا موسيقيا، حفلا فنيا، شارك فيه أفراد من أديان وملل مختلفة، ولما جاء دوره جعل يردد ويطلب من الناس الحضور أن يرددوا من ورائه لا إله إلا الله بصيغة موسيقية، فجعلوا يرددون محمد رسول الله، يرددون. فرح الرجل واغتبط اغتباطا كبيرا، ثم قال لهم بعد ذلك الحمد لله كلكم مسلمون، أصبحتم الآن مسلمين. بعضهم اعترض قال لا يمكن، كيف نغير ديننا ومعتقدنا بهذه السهولة؟ حسبوه تمرينا على أداء موسيقي، على أداء موسيقي معين. دخلنا الإسلام بهذه الطريقة وصرنا من الناجين وتشرفنا بأن ننضوي تحت لواء محمد عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. أيمكن لهذه القضية أن تبلغ من السخف أيها الإخوة هذا المستوى الدنيء، هذه الوحدة الزرية، هذا هو التوحيد؟ كلا أيها الإخوة، لقد مسخ إذن هذا المفهوم جدا، مسخ وشوه وقزم وخفض واختزل، اختزل اختزالا غريبا جدا. لا يمكن أن تكون دعوة الأنبياء جميعا وكل تلكم المعاناة أيها الإخوة والألاقي والمرائر والشدائد والبلايا والصعاب التي لقيها الأنبياء والمرسلون من جراء دعوتهم إلى هذا المفهوم، إلى هذا الاعتقاد، لا يمكن أن يكون كل ذلكم وهذا المفهوم بهذا القدر، بهذا العمق، بهذا التكثيف العجيب جدا، التكثيف المسخي، لا يمكن. إذن هناك خطأ ما بلا شك.